بص، انا عارف انك اول ما بتسمع اسم جوفاني دو سانتوس بيجي في دماغك انه كان ممكن يكون رونالدينيو الجديد، بس هو بقى اللي قصر في حق نفسه وظلم موهبته وبتاع، وانت فاهم بقى الباقي. بس بعد العمر ده كله احب افاجئك واقول لك ان رونالدينيو ما ينفعش يجيله خليفه. رونالدينيو لعب كوره وبطل، والمتعه اللي كان بيقدمها انتهت معاه، وعمر ما في لاعب هيكرر المتعه اللي كان بيقدمها رونالدينيو تاني. المهم خلينا في اللاعب الاشول اللي كان بيقدم اداء فوق الطبيعي، واللي كمان التوقعات قتلته بشكل تدريجي، وكل ده بسبب انه شبيه لظاهرة الناس كلها حبتها. بص، دوس سانتوس كان مختلف بكل المقاييس على لعيبة جيله لسببين. السبب الاول انه كان بيعمل اللي هو عايزه في اي وقت يعجبه في اي مكان في الملعب، والسبب التاني بقى ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. المهم عشان ما اطولش عليك، لعبنا هو جوفاني دوس سانتوس، مولد المكسيك 89. بداية جوفاني كانت في ناشئين مونتينال المكسيكي في 2001، وبعدها انضم لناشئين برشلونة في 2003، وساعتها بقى كان بيشارك في فريق برشلونة تحت 19 سنة، وكل ده وهو لسه عنده 14 سنة. وبسبب أداؤه المميز مع فريق برشلونة تحت 19 سنة يتم اختياره في تمثيل منتخب المكسيك في كأس العالم تحت 17 سنة في 2005، واللي اتألق ساعتها وكان من ضمن أسباب فوز المكسيك بكأس العالم ساعتها. برشلونة ساعتها كان بيطلع نار من بقه في وجود بقى رونالدينيو وإيتو وديكو وتشافي والآخر، وفي نفس الوقت جوفاني كان مولع الدنيا مع مراحل ما قبل الفريق الأول. المهم يستمر في التدرج مع الفرق لحد ما يوصل للفريق الأول، وفعلا أول مشاركاته مع الفريق الأول تكون في 2007، واللي ساعتها كان عنده 18 سنة. وجود دو سانتوس بقى وسط برشلونه في الوقت ده ما كانش صعب، لانهم هيشيلوا اي حد، وتاكيد على كلامي ان بويان كريكيتش كان في نفس جيله وقال لك بقى بس ميسي ورونالدينيو الجداد ظهروا. مش عارف الكلام ده هيبقى فيه مبالغه ولا لا، بس حقيقي في بعض الاوقات جوفاني لعب اساسي على ميسي، وده اكبر ظلم ممكن تعمله في موهبه قويه ولسه صغيره. المهم في الموسم ده يبدع ويشارك في 38 مباراه، اغلبهم كان احتياطي، ويسجل 4 اهداف ويصنع 7، وده العادي بتاع صانع العاب، يعني بيلعب قدامه صامويل ايتو او هنري. والمناسبه الموسم ده اللي فيه برشلونه خرج من قبل النهائي على يد صاروخيه سكولز، وبرشلونه ساعتها ينهي الدوري في المركز الثالث، وبعدها ريكارد المدرب يمشي ويجي جوارديولا، وانت عارف بقى دخلت جوارديولا على اي نادي بتبقى عامله ازاي، ما بيعتمدش اسامي ويلا نطيح في الكل، ويقوم جوارديولا ممشي ديكو ورونالدينو وجوفاني، ويصعد بقى مين دييجو الكانتارا، ويجيب هيليب من بره علشان يكون الاعتماد الهجومي الكلي على ثلاثي ميسي وهنري وساموليتو. المهم ساعتها جوفاني يطلع على توتنهام ويلعب موسم 2008 2009، وشارك في 20 مباراه ويسجل 5 اهداف ويصنع هدف، وتوتنهام ينهي الموسم في المركز الثامن في الدوري، وبعدها يجي له استدعاء للمنتخب بطولة الكأس الذهبية او الكونكاكاف، واللي فعلا المكسيكي يقدم فيها اداء جيد جدا، وجوفاني لوحده كان كارثة، وهو كان من ضمن الاسباب الاساسية في فوز المكسيك بالبطولة، بعد ما شارك في تسجيل 7 اهداف في ال7 مباريات بتوع البطولة، بواقع تسجيل 2 وصناعة 5، ومنهم تسجيل هدف وصناعة 2 في النهائي ضد امريكا، وبعد اللي كان بيقدمه توتنهام يقرر يكافئه، يوم مطلعه عار على نادي سبويتش في الشامبيونشيب، وشارك معاهم في نص الموسم الاول من 2010، ويلعب 8 ماتشات ويسجل 4 اهداف ويرجع توتنهام تاني، يروحوا بقى عاملين ايه؟ يروحوا مطلعينه عارة تاني لجلطة سراي في تركيا، ويقدم اداء اسوأ من الاسوأ وما يسجلش ولا هدف. وفي موسم 2011 يرجع توتنهام تاني ويلعب 5 ماتشات ولسه هيكمل، يروح مطلعينه اعاره تاني، لا تاني ايه قصدي 10، لنادي ستاندير في اسبانيا، وساعتها يسجل 5 اهداف ويصنع 3 في واقع 21 مشاركه ما بين بقى اساسي واحتياطي، وبعدها تجيله استدعى من المنتخب لبطوله الكونكاكاف اللي هو دايما بيتالق فيها وبيلاقي نفسه. اصل الراجل هناك لازم يلاقي نفسه، بيلعب الهندوراس وكوستاريكا، ولو بلغنا قوي هيكون بيلعب الولايات المتحده. المهم يشارك مع المنتخب في تتويج بالبطوله الثانيه بعد الفوز على امريكا تاني، وهو من ضمن الاسباب، وخصوصا انه سجل في النهائي ضد امريكا. المهم بعد الفوز بالبطوله يرجع على توتنهام، وموسم 2012 يكون اول موسم يقضيه بشكل كامل مع توتنهام، بس برضه ما يشاركش كتير، كان بيبقى خارج قائمه المباراه اساسا. المهم يلعب 13 مباراه ويسجل 2 ويصنع 3 وما يكونش سبب في وصول توتنهام للمركز الرابع في الدوري، اللي خلص من هنا ويجي له استدعاء من المنتخب في اولمبياد لندن في 2012. ما انا نسيت اقول لك، لعبنا لحد دلوقتي ما تمش 23 سنه. المهم يظهر في البطوله بشكل كويس جدا ويسجل 3 اهداف ويصنع هدفين، ويكون من ضمن اسباب فوز المكسيك بالميداليه الذهبيه، وبعدها يرجع على توتنهام ولسه هيقولوا اطلع اعار، يقول لهم لا استنى انتوا رايحين فين، انا امشي العب، اعارات دي ما يجيش منها، وفعلا يمشي، وموسم 2012 2013 يكون الاول لهم مع ريال مايوركا، ويكون موسم العوده الى دوري المهارات والفنيات اللي بدا فيه. المهم يشارك معاهم في 32 مباراه ويسجل 6 اهداف ويصنع 7، وكان في ابتسامه امل كده في مستواه. المهم مع الابتسامه دي يهبط ريال مايوركا، ويروح هو سايب ريال مايوركا ويطلع على فياريال علشان يقدم افضل اداء له منذ صعوده، ويشارك في 34 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 8، يعني مشارك في 20 هدف في الموسم ده، وفيها ريال ينهي الدوري في المركز السادس، يعني هيلعب يوروبا ليج الموسم اللي جاي. وموسم 2015 يكمل نص الموسم الاول مع فيها ريال، والنص الثاني ينضم ليوس انجلوس في امريكا عشان يشارك بين الفريقين في اكبر معدل مشاركات في تاريخه في موسم واحد، بواقع 51 مباراه ويسجل فيهم 9 اهداف ويصنع 12، ويكون موسم جيد بالنسبه للمواسم اللي فاتت. المهم بعدها يخلص الموسم ويجي له استدعاء من المنتخب في بطوله الكونكاكاف اللي يفوز فيها المكسيك علشان يكون الكاس الذهبيه الثالثه له اللي يحققها مع المنتخب. المهم
يرجع على لوس انجلوس تاني وتحسه لقي نفسه، لدرجه ان في موسم 2016 يشارك في 37 مباراه ويسجل فيهم 16 هدف ويصنع 8 اهداف، وده بياكد انه فعلا لقي نفسه ولقي المكان اللي يناسبه من الناحيه الماديه والبعد عن الضغوطات، وخصوصا ان كره القدم مش اللعبه صاحبه الشعبيه الاولى في امريكا، فالضغوطات بقى مش قوي هناك. المهم يقعد موسم 2017 و2018 هناك بنفس الاداء ويشارك في المجموع المباريات 40 مباراه ويسجل فيهم 9 اهداف ويصنع 6. يهمل بقى ويقعد؟ لا طبعا ما ينفعش، ده جوفاني يجي في موسم 2019 يروح يطالع على نادي امريكا المكسيك، ايوه يا عم هو اسمه كده، نادي اسمه امريكا في المكسيك، ويكمل بقى هناك وهو لحد وقت عيد الفيديو معاهم في نفس النادي، ولعب هناك ما يقرب من 40 مباراه ومسجلش غير 4 اهداف بس. في النهايه ما نقدرش نقول ان دايما التوقعات بتظهر اللاعب، في توقعات بتموت مواهب، يمكن ما حدش كان متوقع لجوفاني انه يوصل للمراحل دي، بس في النهايه حكمة ربنا موجودة في كل شيء. لو نقلنا الكلام لأرقام جوفاني مع الأندية اللي لعب فيها ما يقرب من 352 مباراة ما بين بقى الدوري الأسباني والإنجليزي والتركي وإلى آخره، واللي سجل فيهم 72 هدف وصنع 60 هدف، وكل ده بقى مع الأندية. أما بقى لو رحنا للمنتخب اللي لعب فيها ما يقرب من 135 مباراة وسجل فيهم ما يقرب من 32 هدف وصنع أكتر من 23 هدف، وفوزه بالبطولات مع المنتخب بداية بقى بكأس العالم تحت 17 سنة في 2005، مرورا بفوزه بثلاث بطولات كأس الذهبية أو الكونكاكاف، إلى حتى الفوز بذهبية الأولمبيات لندن 2012. وبس يا سيدي، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.